أيام عشرة الكرامة هي 11 يوما من بداية شهر ذي القعدة، والتي تتزامن بدايتها مع ولادة السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، ونهايتها مع ولادة الإمام الرضا عليه السلام. في هذه الأرض الملكوتية وفي هذا المكان السماوي وفي حضرة الإمام الرضا عليه السلام هنالك عطاء لا ينضب، وهنالك سقف للدعاء غير محدود. نحن في غاية السعادة، في غاية السعادة، كنا من زائرين الإمام الرضا عليه السلام. قاعدة زيارة المراقد وخصوصا الإمام الرضا عليه السلام هم أنوار الله سبحانه وتعالى في الأرض، وهم السبل والطريق الواضح للاتصال بالله سبحانه وتعالى. إحنا قدمنا من الأهواز ويانا هنا الإمام الرضا، وإحنا بالخدمة ويانا نتشفع أو نطلب من عنده سماحة وبالخير إن شاء الله والعافية.